العسل الابيض، عسل النحل، كتير جدا بيحتفظوا بيه في بيوتهم لانه بيعتبروه نوع من انواع العلاج الغذاء، ماده امنه للتحليه. النهارده هنعرف من ضيفتنا دكتور هبه عصام، اخصائيه التغذيه العلاجيه، ازاي الاستخدامات الخاطئه للعسل الابيض ممكن تحوله من حاجه صحيه جدا لحاجه خطره جدا على الصحه. دكتور هبه مساء الخير، مساء اهلا النور، بيكي، ازيك؟ عامله ايه؟ منورانا. نور حضرتك. يعني العسل ده احنا كل حاجه عايزين نعملها بنتفادى السكر. بالظبط. السكر، فدايما احنا بنحاول نتفادى الثلاث حاجات، مش كده؟ البيضه بالظبط اللي هي السكر والملح والدقيق، مش كده؟ فمتصورين ان عسل، يعني عمري ما تخيلت لمده ثانيه واحده انه ايا كان نوع التعامل معاه ممكن يبقى مضر بصحتي. بالظبط. امتى يبقى العسل مضر؟ وطبعا فيه شفاء للناس، يعني العسل طبعا النحل ربنا ذكره في القران وفيه شفاء للناس وفعلا مفيد جدا، فوائده كتيره قوي، ممكن نعمل حلقه كامله نتكلم عن فوائد العسل. بس هو الفكره ده فيه حقائق صادمه، يعني مهم ان احنا كلنا نعرفها. هو العسل النحل مفيد جدا ناخده طبعا، وكمان هو ميزته ان هو تحليته يعني معلقه صغيره منه تعادل مثلا 3 معالق سكر، يعني هو احنا لو طعمه حلو، يعني احنا طعم العسل جميل، ممكن نحط معلقه حتى واحده كفايه، انما لو نحط سكر ابيض هنلاقي نحط كميه كبيره جدا من السكر عشان بس. نعادل بالظبط. بس هنلاقي ان الفكره ان هو مضر، السموم البيضاء، السكر الابيض. تمام. الفكره ان لا، هو العسل مفيد جدا طبعا، بس لو حاجه بارده. لو حطينا العسل على حاجه مشروب ساخن او غليناه، او برضو في حاجه تانية هنتكلم عليها، الناس اللي عندها تبلور العسل وبتيجي تفكه وبتحطه في ميه سخنه، دي برضو كارثه. طب واحده واحده، كوبايه الشاي اللي هي دستور في حياتنا جميعا كده بنحليها، في ناس بتحليها بالعسل الابيض بدل السكر علشان صحي اكتر وما يتخنش. تمام. صح ولا غلط؟ لا، هو العسل صحي جدا وكل حاجه، بس لا، ما ينفعش نحطه مع الشاي او مع اي مشروب ساخن، اي ميه سخنه، اي حاجه سخنه درجه حرارتها فوق 40 درجه ممنوع نحط عليها عسل نحل، علشان في ماده اسمها الاتش ام اف، ده اختصار لمادة كيميائية موجودة في العسل بطبيعة بكميات ضئيلة جدا لا تذكر. لما بنسخن العسل او بيتغلي اكتر من 40 درجة، المادة دي بتزيد جدا، تحول لمادة مسرطنة. يبقى اذا العسل بعد ما كان بعد ما كان العسل ده شفاء للناس وهو حاجة فعلا ربنا يعني منحة جميلة ربنا اداها لنا، بس هنستعمله ازاي؟ يعني الفكرة احنا ممكن نستعمله في اي حاجة بس ما نسخنوش. طب براحة يعني كده. طب ازاي اسال 40 درجة يعني ايه؟ يبقى ايه؟ يعني اي حاجة يعني فترة خالص، يعني لا درجة لا حرارة يعني الجسم 37، مش كده؟ يعني كده زي ما اكون ماسكه ايدي. طب ده ملوش طعم حتى. ما هو يعني عندنا طب ايه حلين؟ يا اما نستنى لما حاجه تبرد شويه ونحطه لو نقدر، او هناخده لوحده. يعني ناخده يعني لو في حاجه سخنه لازم اخدها انا سخن. مش هنستعمل عسل. مش هنستعمل عسل. ما لهاش حل. ولا شاي ولا ينسون ولا اي مشروب ساخن ما احطش عليه عسل. بالظبط. ولا اي حاجه للتخسيس. يعني وصفات التخسيس هو اللي لو بالعسل هناخدها بارده برضو مفيش مشكله فيها، العسل جميل جدا. انا كمان بدي وصفه حلوه قوي ان احنا ممكن حتى ناخد معاه عسل على الريق، والناس اللي مش تقدر تاخد عسل على الريق تاخده في ميه عاديه، ميه فتره. ممكن نجيب مثلا كوبايه ميه نحط عليها عسل وندوبها ونشربها، الناس اللي ما بتقدرش تشرب عسل بكميه كبيره او على الريق لوحده. ده جميل جدا ومفيد جدا وبيقوي المناعه وانتي بكتيريال ومضاد حيوي طبيعي وفي كل الفوائد الجميله دي. بالظبط. هو هايل للبشره وللشعر والماسكات بتاعتنا، حتى دلوقتي بقوا يدخلوه في منتجات التجميل والشعر، شامبو بالعسل، مش عارف بلسم بالعسل، حمام كريم بالعسل، هو فعلا مهم جدا. ولكن الفكره في ايه؟ انا مشكلتي ان هو ما يتسخنش، ما يتحطش على اي حاجه سخنه. في ناس بتطبخ بيه، في ناس بتحطه على الحلويات اللي هي سخنه، هو طبعا طعمه جميل، فهم ظنوا منهم ان هذه القيمه الغذائيه نحطها بقى في كل حاجه. لا، هنحطها في كل حاجه ولكن مش حاجه سخنه، مش حاجه درجه حرارتها فوق 40 درجه. عشان احنا مهم قوي نحط الحاجه نستعملها بطريقه الصحيحه. الحاجه المهمه جدا اللي احنا بنتكلم عنها المشروبات بالذات، عشان يعني معظم المشروبات هنلاقيها سخنت قوي وغليناها والحاجات دي كلها. لو هنقدر نشربها وهي فتره يبقى كويس جدا، حل مثالي. لو هنقدر نشربه لوحده يبقى افضل بكتير. اوكي. طيب حفظ العسل في الثلاجه ولا بره الثلاجه؟ لا، هو العسل بيتحفظ بره الثلاجه برضو. احنا شتاء عامه احنا ما حدش بيستحمل درجه حراره اكتر من 40 في العادي. هنحط تكييف مثلا او اي بيت هيبقى اكتر من 40 هيشغلوا التكييفات، ومش بتوصل في مصر الحمد لله ل 40 درجه، واكيد الدول اللي بيوصل فيها الحراره عاليه مش بيحطوا العسل بره. الثلاجه لا، غلط نحط العسل في الثلاجه، مش صح. ان هو اقل من 10 او 17 درجه بيحصل ظاهره التبلور، ودي اللي انا هتكلم عليها. أيوة. دلوقتي التبلور دي بعض الناس بيجيبوا برطمان العسل، ممكن مع الايام الساقعه زي دلوقتي كده العسل بيبدا يحصل له بروره، بيسموه كريستلايزيشن،
الكيتشن. حضرتك بتلاقي زي السمنه بيعمل زي السمنه او يسموه يرمل، ليها اسامي كتير قوي. في ناس بقى الناس، وانا يعني كنت حتى منهم من زمان، ما بلاقي العسل كده ما بستعملوش، لما بقيه تخصص وتبلور بخاف منه، كنت زمان كده قبل ما ادرسه طبعا. فطلع ان على فكره العسل اللي بيتبلور ده معناه ان هو عسل طبيعي مش مغشوش، لان هي دي ظاهره طبيعيه للعسل الطبيعي. طبعا دلوقتي العسل بقى بيتغش كتير جدا، بيحط بيعملوه بميه بسكر، بيدوا حتى النحل غذاء ميه بسكر عشان يطلعوا عسل بكميات كبيره، وده برده مضر جدا. فاحنا دي من على فكره من علامات ان العسل ده جيد جدا ان هو يعمل ظاهره التبلور او الكريستلايزيشن دي. فلما الاقي العسل عمل كده ما اخافش منه، يعني بره بياكلوه كده، بالعكس ده في ناس بيسموه العسل الكريمي بيبقى اغلى بكتير من العسل العادي. يعني في البلاد الاخرى بياخدوا بيفضلوا يعني تناول العسل بالطريقه دي اكتر ما يتناولوه بطريقه يعني اللي هي زي ما احنا عندنا. هل ليه فتره صلاحيه؟ يعني العسل الطبيعي النقي اللي احنا ضامنين مصدره ملوش فتره صلاحيه، يعني ممكن يقعد سنتين ثلاثه بالسنين. يعني هو بطبيعته انتي بكتيريال وانتي يعني في انتي بايوتيك. هو اصلا العسل بطبيعته العسل الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا من النحل بتتغذى على رحيق الازهار، عشان في نحل تاني بيتغذى على الميه بسكر ولا حاجات تانيه خالص بيقول لك ده عسل طبيعي. فطبعا دي مشكله كبيره. العسل الطبيعي اللي بيبقى متغذي على رحيق الزهره هو ده اللي انا المفروض ان احنا نتناوله، نبقى ضامنين مصدره منين. يعني احنا نجيب العسل النحل يا اما من منحل موثوق فيه او من شركه معروفه انها ليها مصداقيه، لان غش العسل بقى كتير جدا. فالفكره ان لما يا جماعه نلاقي ظاهره التبلور دي، في طبعا بعض الاباء والامهات عشان اطفالهم برده ما بيحبوش شكل العسل ظاهره زي ما في الصوره كده لما يتبلور، بيقوموا عاملين حمام مائي سخن يحطوا العسل البرطمان في ميه سخنه عشان يفك التبلور. طيب احنا برضو عملنا نفس المشكله، احنا سخنا العسل وماده اتش ام اف زادت، هو هيبقى يرجع لحالته الطبيعيه وشكله احسن والناس تاخده وتفتكر انه عسل طبيعي. اللي بيحصل كمان بقى للاسف بعض الشركات لما بتلاقي التبلور ده الناس مش هتشتريه، فبيعملوا ايه؟ هو قبل ما يبيعه لحضرتك يقوم حاطه هو العسل ده في درجه حراره عاليه ايا كان بقى يسخنه، عشان لما حد تيجي تلاقيه على الرف في المحل تلاقي ان العسل ده صافي وطبيعي. جميل. يعني في ناس لو شافت المتبلور ده هتقول لك لا مش هشتريه. فطبعا بعض الناس اللي ما عندهاش ضمير للاسف ممكن تسخن البرطمان ده علشان يتباع. وطبعا احنا كده زودنا فيه الماده الاتش ام اف الماده المسرطنه. التحاليل دلوقتي اللي موجوده في المركز الابحاث الكبيره اهم حاجه بيقيسوا الاتش ام اف، يعني الاتش ام اف دي بقت مقياس هل العسل ده تسخن ولا لا، هل العسل ده اتحفظ بطريقه صح ولا لا، لان ممكن العسل ده يتحفظ بطريقه خاطئه. ايه بقى هي الطريقه الخاطئه؟ اكتر من 40 درجه، ما هو ممكن تبقى بس هي دي عاليه. عارفه دلوقتي انا فهمت حاجه، فاكره لما الواحد بيجي له دور انفلونزا كانوا دايما ينصحونا انك تجيبي مثلا ليمونه او اتنين وتحطش عليهم معلقه عسل او اتنين برضو وتحطش عليهم ميه. دايما كانوا يقولوا لنا الميه تكون معتدله مش سخنه، يعني مش ميه بتغلي يعني. وعمري ما فهمت، بقيت يعني حتى ما بسمعش الكلام لما يقولوا لي كده. بس النهارده ابتداء من النهارده هسمع الكلام طبعا، لانه واضح طبعا انه في سبب ان اهالينا على فكره كانوا في حاجات كتيره جدا بيعرفوها بياخدينها بالتجربه وبالعاده، مش دارسينها زي دكتوره يعني صحيح. انما عارفين انه دي بتجيب نتيجه كذا والتانيه ما بتجيب. فدلوقتي يبقى لازم العسل ما يتسخنش. طب ولو انا مش عايزاه المتبلور ده عايزاه كده؟ ده جميل قوي المتبلور. اولا طعمه جميل، طعمه بيبقى على فكره اكتر حلاوه من العادي. لو مش عايزاه حضرتك بقى هتجيبي برطمان تاني يكون مش متبلور، انما ان حضرتك تسخنيه. ما هو في مثلا اهل عشان اطفالهم ما بيحبوش برضه المتبلور ده، او هم ما بيحبوش المتبلور ده بيجيبوا البرطمان يعملوا حمام مائي عشان يفك التبلور ده. وقلنا ده خطر بالظبط. فهو طب لو بقى ابيض لو مش بقى حتت، لا لو كله هو بقى عامل زي ما يكون اتشمع كده بيسموه اتشمع، ده يبقى هو دي شكل البرطمان. ايوه ده ما يبقاش باص كده؟ لا ما باصش خالص، العسل الطبيعي ما بيبصش. وعلى فكره العسل المغشوش ما بيدلورش، يعني العسل المغشوش مش بيحصله ظاهره التبلور. يعني دي تحصل للعسل الطبيعي، لان هو العسل ده مركب بحد ذاته كده ليه خواص معينه. هو جميل جدا ومفيد جدا، بس يكون متاكدين ان ده عسل طبيعي مش عسل مغشوش. طب بصي احيانا بنجيب العسل ونلاقي فيه جزء من العش بتاعه اسمه ولا الشمخ الخليه او صمغ العسل. ده يتاكل ده طبعا ده مفيد جدا. ده طبعا ده لو مضغناه كده ده بيقولوا ده مفيد جدا للامراض الحسيه والمناعه. ده افيد كمان يمكن من العسل. ويعني العسل فعلا فوائده على فكره في علاجات بالعسل فقط، وسم النحل دي علاجات. فيعني هو العسل ده احنا لو خدنا حافظنا على كل يوم الصبح حضرتك تصحي تاخدي مقطعه النحل على الريق هايله. انا بقوي المناعه،
انا بدي جسمي مناعه اكتر، بحس بخلي اي بكتيريا او اي حاجه، لقوا ان جرثومه المعده مثلا الناس بتاخد لها عسل نحل، لا بيخلي الانتي بكتيريا طبيعي، بيخلي تحليه البق، لو حضرتك خدتي الصبح عسل نحل بيخلي الكريفنج دي بقى بحث برضو، نخلي ان انا مش قادره اكل حاجات سكريه تانية، هو اداني مذاق السكر الحلو، الناس اللي هي عايز تاخد سكريات عندها شراهه للسكريات بيقلل ده جدا، لان هو معلقه صغيره منه بتديني شعور جميل قوي بالحلاوه والمذاق الجاي. طب ما يتخنش ده؟ هو معلقه العسل الواحده لو خدناها في اليوم بكتير معلقتين في اليوم، هناخدها هي حوالي 40 سعر حراري، مش زي معلقه السكر على فكره، ويمكن كمان احنا عشان نحلي حاجه فتره طبعا هحط مثلا معلقتين سكر او ثلاثه، لما لو حطينا معلقه عسل نحل واحده هنلاقي طعمها جميل جدا، فهي وسيله هايله للتحليه بس للحاجات البارده مش للحاجات السخنه خالص. لا لكن خدت بس معلقه كده على الريق جميله قوي مفيده جدا ما تخنش، بالعكس انا بديها في الدايت، الناس اللي بيعملوا انقاص وزن بديهم ممكن عسل على الريق ياخدوه، ده هايل جدا. خلينا بقى نفكر في اسئله تانية ونعرف اسرار تانية للعسل بس بعد الفاصل. دكتوره هبه، يعني في قالوا لنا يعني لما بنشوف على السوشيال ميديا اكتر من مره قالوا لنا ان في تجربه نقدر نكتشف بيها ده عسل مغشوش ولا عسل طبيعي، شايفه نحط شويه ميه ونحط العسل واللي لما ينزل في الارض يعني في القعر الطبق يبقى ايه، ولو مش عارفه على وش دي. هل الكلام ده علميا مظبوط؟ هو للاسف وصلت وسائل غش العسل ان هم بيقوا يتحدوا هذه الفيزيكال تيست او هذه الاختبارات، يعني بقت ممكن فعلا يتغش بطريقه ما تبينليش هل هو فعلا عسل نحل مغشوش ولا لا. بس يعني الاحسن حاجه ان احنا نكون لو عايزين نتاكد، ده طبعا بيتعمل للشركات الكبيره طبعا بتاعه العسل، بناخد العسل ونوديه يتحلل في مركز بحث كبير ونشوف الماده الاتش ام اف هل هو اتسخن ولا لا، وهل في مثلا تلوث ولا لا، نسبه التلوث، فهو ده الصح يعني افضل طريقه لقياس مدى جوده العسل او هو مغشوش او لا، الطريقه الوحيده المضمونه والمعترف بيها هي ان انا اخده العسل عينات اوديها في مركز بحث كبير عشان اتاكد هل في مثلا ماده الاتش ام اف بطريقه عاليه او هل في اي ملوثات او هل العسل ده مش عسل، فدي افضل طريقه. طب العسل المغشوش ده ممكن يأذيني ولا هو بيعدي وخلاص؟ لا هو مش هيأذيني بس مش هيفيدني، يعني هو يتفكر أوكي. يعني هو طيب. يعني بس يعني اقصى الحالات انه مش هيفيد، بس برضو هم لو ضافوا له بعض المواد الثانيه عشان يديله فيسكوستي او يديله لزوجه مثلا، طبعا هتبقى مواد مضره، يعني برضو هنخلي بالنا ان المواد اللي هتضرني، يعني مثلا هو عشان يخلي حضرتك تشوف ان هو عسل وليه الملمس والمذاق بتاعه ده، لازم هيضيف له مواد معينه عشان تزود له ذوقه، لان العسل الطبيعي لزج، فطبعا هنلاقي ان لا هيضيف له مواد اكيد كيميائيه برضو هتبوظ من العسل او تديني مشاكل في الجسم، يعني اي ماده كيميائيه غلط على الجسم بزيادتها او ملهاش لازمه، فطبعا الاحسن هناخد العسل الطبيعي. تمام. طب الكلام اللي بينطبق على الحاجات السخنه ينطبق على الحاجات البارده؟ يعني في ناس بتحط ممكن العسل ده تحل تحطه على ايس كريم، تحطه في زبادي، كل الكلام لو ده بارد مفيش اي مشكله، لا الحاجه البارده بالعكس هيبقى افيد واحسن ومذاقه احسن ومش هحتاج معالق من العسل كتير او معالق من السكر كتير، يعني الزبادي لو حطينا عليه معلقه عسل هيبقى مفيد جدا وما فيهوش مشكله خالص، لان هو مش يعني ما هوش سخن او لبن سائع بالظبط مفيش، بس لو لبن سخن لا اي حاجه لما خلاص سخن او سخنه يا اما نستنى تبرد، وعلى فكره في ناس فعلا بيجيبوا ترمومتر وبيعملوا الحاجات دي، يعني ناس دقيقه جدا يعني فلا نستنى الحاجه اما تبرد ونحط عليها العسل او بدائل السكر، بس برضه انا عايزه اتكلم على بدائل السكر عشان الناس برضو بتفتكر ان مثلا سكر الفاكهه او سكر الدايت او الحاجات دي، سكر البني، سكر الابيض، سكر الفاكهه، التلاته دول فيهم سعرات حراريه، عشان بيجي لي برضو ناس بيقولوا لي احنا هناخد سكر فاكهه ظنا منهم ان هو ما فيهوش سعرات، لا هو سكر الفاكهه فيه سعرات حراريه ولكن هناخده ممكن يكون افيد من السكر الابيض، يعني السكر البني اكثر فايده من السكر الابيض لان هو فيه برضو بعض يعني الفيتامينات والمعادن اكثر شويه من السكر الابيض، ولكن هو نفس السعرات، لان في ناس بتتخدع، في ناس بتشرب كميات مشروبات سخنه في اليوم كتيره جدا، مثلا ممكن توصل ل 8 كوبايات ايا كان شاي بقى نعناع اي حاجه بياخدوها، لو جينا حسبناها كسعرات من السكر او السكر البني او سكر الفركتوز هنلاقي ان هي لوحدها لو منعناها هتتخن، يعني هتوصل لسمنه، فانا دايما بنصح الناس اول حاجه ان احنا طبعا نحاول نعود نفسنا والاطفال من صغننين بجد فعلا على ان هم ياخدوا حاجه دون سكر، نتعود على الطعم ده بجد، اللي ينسون النعناع نتعود ناخده بدون اضافه سكر، هنلاقينا خدنا خلاص الخلايا التذوق اللي في البق تعودت ان الحاجه مش مسكره قوي، فده هيفرق جدا في الصحه، لان طبعا السكر الابيض بالسموم البيضاء، لو هنقارن بقى سكر الابيض ولا سكر البني ولا الفركتوز ولا سكر الدايت،
لا طبعا هو احنا كرجيم او كتخسيس هنتجه لسكر الدايت لان هو فيه سعرات فعلا، ولكن هو عليه برضو بعض الابحاث ان هو يو ده بيتقال عليه ان هو ده حاجات مسرطنه وبتاع. نتجنب بقى ماده الاسبرتام، هي ماده في كان سكر زمان بيتعمل بماده اسمها الاسبرتام. الاسبرتام دي لحد دلوقتي بيستخدموها في الحاجات الدايت، الحاجات الساقعه الدايت، حتى اللي بين الدايت بيحطوا فيه الاسبرتام. فانا بحذر بس من الماده دي ان هي فعلا دي برضو مسرطنه. فاذا اهم حاجه نحاول نعود نفسنا على المذاق بدون ما نضيف سكر كتير. لو حبينا ناخد سكر بكميه معتدله ممكن معلقتين في اليوم ماكسيمم. اللي العسل مش هنحطه على اي حاجه سخنه، هنحط سكر بني افيد او سكر فاكهه هيبقى افيد، ولكن هو تقريبا نفس السعرات بتاعه السكر الابيض، يعني هو مش هيختلف كتير. لان في ناس فاكره ان طالما حاجه جديده طالعه يبقى دي دايت، لا، سكر الفاكهه سكر البني فيهم سعرات حراريه وبرده كترهم بيؤدي مشاكل، ولكن هم افيد من السكر الابيض، لان هو السكر الابيض بيرفع مستوى الانسولين في او مستوى السكر في الدم بطريقه سريعه. طب مريض السكر عادي ياخد عسل بكميات محسوبه؟ يعني هياخده بكميات محسوبه، لان برده مريض السكر اي سكريات باي شكل ليها هتضره، ولكن هياخده بكميه محسوبه. سكره اخف، هو اخف شويه ولكن برضو هنحسبه له، يعتبر من سعراته الحراريه اللي هو خدها. فانا بتكلم في الامان، اي حد ممكن ياخد مثلا معلقه الصبح ومعلقه تانية على مدار اليوم، بس مش في حاجه سخنه، وباي حاجه احنا عايزينها تكون بارده مش اكتر، مش حاجه تانية. يعني بصي هي قالت جمله الحقيقه ممكن ناخدها، شوفي بقى الكلمه اللي هقولها لك، نبراس لينا في الحياه. حلوه كده، جايد حلو يعني. جميله، شهاده جميله من حضرتك. الجمله دي قالت لك لو عودتوا الاولاد من صغرهم انه اولا ما تبقاش في حاجات مسكره، وانه ياخد الحاجات عاديه من غير سكر وملح، وما كنت هقول لك كمان، وكمان نعودهم، يا ريتنا اتعودنا على ده، ان احنا كمان مش لازم نحط ملح، نحط بداله ليمون، نحط بداله شويه ثوم باودر، يعني ايا كان. انما نعود الاولاد، ده مهم جدا بقى فعلا، انه يبقى الطعم بالنسبه لهم عادي يعني، لطيف عادي يعني، مش وبالتالي بنحميهم مدى العمر كله من حاجات مسرطنه وسمنه زياده الى اخره يعني. طب في حاجه انا سمعتها ان الواحد ما ياخدش عسل من بمعلقه ابدا زي دي، إن لازم خشب. تبقى معلقه لازم فعلا يفضل، لان العسل ماده عضويه. انا مش عايزه اعرضه لاي ماده، لان ممكن دي مثلا وانا بغسلها فيها بقايا من صابون الغسيل، فانا عايزه اعمل معلقه للعسل خشب دي لوحدها عشان تبقى ماده عضويه مش هتتفاعل مع العسل، مش هتضره. نغسلهاش يعني؟ نغسلها بميه، ميه بس. يفضل او ننشفها كويس، يعني نغسلها، حتى لو نغسلها بصابون بس نغسلها كويس جدا، ما يبقاش فيها اي بقايا من اي ماده كيميائيه، وننشفها وناخد بيها العسل. ما نضيفش طبعا اي ميه، او ما تبقاش المعلقه مبلوله او اي حاجه، يفضل تكون فعلا معلقه خشب. دايما اشوف الاعلانات دلوقتي كلها حاجه خشب كده فيها حاجات فاضيه مدوره كده بيحطوا بيها العسل، ده مش ياكه ومش اناقه للعسل، ولكن هي فعلا فايده. يعني انا كنت فاكره في الاول ان هم بيعملوها كشو يعني معلقه خشب وكده، بس فعلا هي مفيده جدا، ان الخشب مش بيتفاعل مع العسل او مع اي ماده في الاكل يعني. وعايزين نقول لرجال كثيرين في البيوت انها ممكن تاخد معلقه عسل وبعد ما تحطها في بقها ارجوك ما ترجعهاش، راجعه تاني في المشكله، راجعه تاني في البطرمان. حقيقي والله، هي بناخدها وبعدين نرميها خلاص. عايزين بقى ناخد معلقه كمان، هنجيب معلقه تانيه نضيفها بقى. بالظبط، لان احنا كده بنخلي يحصل يتلوث باللعاب ويتفاعل مع العسل ويحلل فيه حاجات، ويبقى مش هيبقى صحي خالص، وهيأذي بقيه افراد الاسره يعني. فمهم جدا، فهناخد معلقه العسل بمعلقه خشب وما نرجعوش تاني. حتى لو حطيناه في الاكل برده ما نرجعش الاكل نحطه في البرطمان تاني خلاص. هو انا اخد الكميه اللي انا عايزاها من بعيد وبعدين امزجه مثلا، امزجوش وارجع تاني اخد البرطمان. بالظبط. دكتوره هبه، يعني عصام، يعني افدتونا افادكم الله يعني والله. يعني شكري، يعني متشكرين جدا على هذه المعلومات القيمه. وبعد كده ما فيش حاجه اسمها عسل سخن، انتهينا. ودي لازم تبقى يعني قرار كل واحد فينا ياخده في حياته. ونطلع بقى فاصل دلوقتي ونشوف بعد الفاصل الفقرة الأخيرة عندنا في البرنامج النهاردة. يلا فاصل ونعود.